في الموسم الثاني من برنامج حيث الإنسان، حضور واسع ومشاريع غطت جزءاً واسعاً من خارطة البلاد. ما الجديد الذي قدمه حيث الإنسان في عالم البرامج الإنسانية في اليمن بالنظر إلى الكارثة الإنسانية التي تشهدها جراء الحرب؟ أهلاً بكم. للعام الثاني على التوالي نفذ برنامج حيث الإنسان 31 مشروعاً تنموياً في 8 محافظات يمنية. غلب على تلك المشاريع الطابع التنموي ومعيار الاستدامة، فمن مشروع توصيل المياه في قرية عبد الخالق بأبيان إلى بناء 3 فصول لمدرسة في شبوة، مروراً بتأسيس المركز الصحي في الأزارق بالضالع، وغيرها العديد من المشاريع التي استهدفت أشخاصاً مثلوا نماذج كفاح ونجاح في مجتمعهم. يعمل حيث الإنسان وغيره من البرامج الإنسانية في بيئة حرب دمرت اقتصاد البلد وتدهورت فيه حالة الناس المعيشية إلى مستوى غير مسبوق، الأمر الذي يجعل هذه البرامج تصبح نقطة في بحر الفقر والحرمان وتعطل أعمال الناس ومصالحهم، مع أن ذلك لا يقلل من أهميتها. حول العمل الإنساني في اليمن وسط هذه الظروف، وما الذي قدمه حيث الإنسان وماذا سيقدم في المواسم القادمة، ستكون حلقتنا لهذه الليلة من المساء اليمني، فتابعونا. باتساع خارطة هذه البلاد التي كبرت فيها المأساة وعظمت أوجاعها إلى منياد تمتد إلى حيث الإنسان. انظر من قلبك سترى نفسك في الغير. في برنامج تحول من شعار يجسد توجه قناة بلقيس إلى برنامج واقعي عرض طيلة شهر رمضان على شاشتها للسنة الثانية، مصحوباً بجوائز نقدية للمشاهدين. مبروك للفائز الثالث صاحب الرقم. البرنامج أسهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الإعلامية تجاه المجتمع وعزز من واقع العلاقة بين الإعلام والعمل الإنساني. كان الهدف هو الإنسان، لذا كان الاتجاه مختلفاً، إذ جاء حيث الإنسان في موسمه الثاني بحلة أزهى على مستوى الرؤية البصرية والمضمون وإمكانيات أعلى، بعد ارتفاع موازنة المشاريع المدعومة من مؤسسة توكل كرمان ليقدم 31 مشروعاً تم تنفيذها في 8 محافظات هي حضرموت وشبوة وأبين ولحج والضالع وعدن ومأرب وتعز، فيما منع البرنامج من تنفيذ مشاريع في محافظات مهمة كالحديدة وحجة وإب وغيرها، نتيجة منع سلطات ميليشيا الحوثي فريق البرنامج من تنفيذ أي مشروع. 31 مشروعاً تنموياً ساهم في صناعة تحول جوهري في حياة المستفيدين بتمكينهم اقتصادياً وإدارياً ومساعدتهم على امتلاك مشاريعهم المستقلة. مشاريع تنوعت وتعددت أفكارها لتترك هذا المزيج المتآلف من نظرات الامتنان ودموع الفرح ونشوة الإنجاز لفريق حيث الإنسان في الميدان، لحظة تحولت فيها أحلامهم إلى واقع. لا والله هذا كثير. عندما اتصل بي احد الاخوه من قناه بلقيس قال لي عندنا شيء مقابله، قلت له اوكي بس ما اتوقع ان في دعم، انا اجيت مشان مقابله مشان. حيث الانسان اتساع لرؤيه قناه بلقيس وتسليط الضوء على معاناة قطاع واسع من اليمنيين جراء الحرب المدمرة التي تشهدها البلاد منذ 5 أعوام، ومن أجل رفع الوعي بأهمية العمل الإنساني الميداني وما يحدثه من أثر عظيم على الأرض، ليتحقق الحلم وتكتمل الصورة هناك حيث الإنسان. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معي مقدم البرنامج ومقدم البرامج المعروف سامي السامعي، وكذلك الأستاذة هنا صالح مسؤولة برنامج حيث الإنسان، وستنضم معنا عبر سكايب الأستاذة مسك الجنيدة المدير التنفيذي لمؤسسة توكل كرمان
هناك أيضا بعض المستفيدين في هذه الحلقة من البرنامج، فأهلا بكم مشاهدينا وبكم ضيفي العزيزين، وكل عام وأنتم بخير. وبك أيضا أستاذة مسك. أنت بألف خير. وأنت بخير آسيا. أهلا سامي. بداية يعني أبدأ من عندي. من اليمين. أبدأ من الأستاذة من اليمين. يعني أنا ما لما يكون على ما تعود أتعود إن أنا أكون ضيف. أيوة إنه يصايحوا من مع من ببدأ. أنا أبدأ من اليمين. لا هي فرصة أنت تمسكي سامي كضيف يعني فبدأي يعني. طيب سامي، أنت كنت مقدم هذا البرنامج على مدار 30 حلقة وهو الموسم الثاني بالنسبة لك، خليني أبدأ أسألك ما الفرق بين الموسم الأول والثاني بالنسبة لسامي سامي؟ بالنسبة للبرنامج حيث الإنسان هو أساس البرنامج، المشاريع التي تقدم في هذا البرنامج، يعني جاءت فكرة البرنامج أعتقد يعني أنه نقدم مشاريع للناس في الميدان، بعدين جاءت موضوع أنه معالجته وتقديمه على الشاشة التلفزيون، فجاءت الفكرة من في الإدارة أنه يتم تقديم هذا البرنامج بقالب مسابقاتي حتى نصل للمشاهد، حتى لا تكون مادة جافة، ومعروف أنه رمضان ربما ما يجذب المشاهدين هي الأشكال البرامجية، إما دراما أو مسلسل أو في الفترة الأخيرة برامج ساخرة سياسية أو القالب المسابقاتي، فتم وضع البرنامج في هذا الإطار حتى يتم تقديمه للمشاهد، وخاصة أن قناة بلقيس هي ربما قناة إخبارية جادة، ربما هي تكون أو كانت في موسم رمضان تكون خارج المنافسة وخارج هذا السباق الرمضاني. في العام الماضي قدم البرنامج بقالب ربما المسابقة كانت أقل، فيها التواصل مع المشاهدين كان أقل، حتى من حيث الوقت كان أقل، كانت مدة الحلقة نصف ساعة تلفزيونية. في هذا العام تم تطوير القالب وفتح الاتصال المباشر مع اليمن، رغم أن القناة موجودة خارج اليمن وهناك ربما قد تكون إشكالية في التواصل مع الناس وأن يشاركوا في البرنامج، فوضعت معايير عدة حتى أن الناس لا يمكن أن كيف يتصلوا دولي ويتم فرض تكلفة عليهم. نعم. تم معالجة هذه الأمور، فلمسنا أنه هذا العام ربما البرنامج أصبح أكثر حيوية، أكثر تفاعلا من قبل الناس، وحقق نسبة كبيرة من الأهداف التي وضعت على أجندة هذا البرنامج. جميل. إذن أستاذ هنا نود أن نسمع منك هذه المرة، كم عدد المشاريع اللي قدمتوها وما هي المعايير لاختيار هذا المشروع دون غيره؟ سؤال في سؤال بس تمام. كل سنة طيبين أولا للمشاهدين الأعزاء في كل مكان، والأبطال مشاريعنا وحلقاتنا الثلاثون والثلاثين اللي كانوا متواجدين معنا هم كانوا أبطال حقيقيين. إحنا طبعا مثل ما ذكرت سابقا إنه إحنا عملنا 31 مشروع تنموي ما بين مشاريع جماعية وما بين مشاريع فردية. ايش كان السؤال يا سامي؟ اختيار ما هي المعايير؟ الاختيار اوكي. الاختيار كان هي الفكره انه احنا حابين ان احنا نعمل مشاريع تنمويه يعني فيها تمكين اقتصادي، سواء كان للرجل او المراه او حتى لفئات كبيره مثل القرى، مثل المدارس، مثل هذه التفاصيل. وفي نفس الوقت احنا في الاخير نراعي ان احنا برنامج تلفزيوني، كيف احنا ممكن احنا نعرض قصص الناس وتكون هذه القصص ايضا ملهمه. فكان الاختيار على شقين، الشق الاول انه المشاريع الجماعيه كيف انه ممكن يستفيد عدد اكبر من الناس، وكانت متمثله في مشاريع المستشفيات، المراكز الصحيه عفوا، وتوصيل المياه، المدارس. كان هذا الشق الاول. الشق الثاني هو القصص الفردية اللي كانت ملهمة في بأساسها يعني بأساس القصة، وأيضا قادرة على الاستمرار في أنه إحنا إذا عملنا لها مشروع أو عملنا له مشروع في أنه يستمر هذا المشروع، وكيف أنه كتنمية مستدامة، كتنمية مستدامة أيضا كتجربة يستطيع أن الناس أيضا أنه يستفيدوا منها. يعني في الأخير هي قصص ملهمة. يعني إحنا كنا بنشتغل على شقين، أنه مشاريع تنموية وأيضا برنامج تلفزيوني يعني يحقق للمشاهد متعة المشاهدة وأيضا فائدة المشاهدة، يعني هي على عكس بعض البرامج اللي هي خفيفة الناس بتحب في رمضان طبيعي تتجه مثل ما قال سامي لنوعية معينة من البرامج. فكان تحدي كبير فعلا أنه إحنا كيف إحنا نوصل للمشاهدين بالفائدة وبالمتعة في نفس الوقت. طيب يعني أنت قلت أنه 31 مشروع بس في مشاريع جماعية وأيضا المشروع اللي مقدم للشخص بتستفيد منه أسرة، تعرفي كم عدد المستفيدين تقريبا من المشاريع؟
المشاريع في كل منطقة كانت تختلف تماما. يعني أذكر أنه مشاريع المدارس كان أغلبها أكثر من 300 طالب يعني، وأغلب من كانوا من المستفيدين يعني أيضا الطالبات اللي حرموا من في بعض المدارس من 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 التعليم. أيضا نتكلم عن مشاريع توصيل المياه كان قرى يعني بأكملها، يعني كان صعب أن احنا نحصي تماما، وإحنا إلى الآن ما زلنا في إعداد تقارير لأن احنا بنسلم تقارير في عدد المستفيدين تماما. الحساب حيأتي عبر كم عدد سكان هذه القرى، لأنه احنا في الأخير وصلنا بعض المياه لبعض القرى. وحدات صحية يعني. مياه. وحدات الصحية أيضا يعني في نفس الوقت، يعني مثل ما ذكرتي الوحدة الصحية المهجر الصحي مثلا يغطي مدينة يعني أو بالضبط يعني فهذه التفاصيل يعني. نعم، إذا اسمحوا لي فقط أن تنضم معنا أيضا عبر سكايب الأستاذة مسك الجنيد المدير التنفيذي لمؤسسة توكل كرمان. مساء الخير أستاذة مسك. اهلا وسهلا، مساء النور ومساء الخير على المشاهدين الكرام وعلى ضيوفك في الاستوديو اسيا. اهلا بك وكل عام وانت بخير. استاذه مسك، هذه السنه الثانيه على التوالي تقوم مؤسسه توكل كرمان برعايه برنامج حيث الانسان والمشاريع المقدمه. كيف اتت فكره استمرار هذا البرنامج بموسم ثاني وربما بميزانيه اعلى؟ في الحقيقة كما تعلمين المجالات التي تعمل فيها مؤسسة توكل كرمان هي مجال التنمية والسلام، وإذا ما تحدثنا عن التنمية فنحن نتواجد في المناطق التي فيها النزاعات والتي يكون فيها الإنسان أشد ما يكون لمد يد العون والمساعدة. في التنمية نحن نهتم بالعمليات والأنشطة والمشاريع التي توجه جميع الجهود من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للناس. برنامج حيث الإنسان من حيث فكرته وجوهره في الحقيقة يدخل في صلب اهتمام الأهداف وبرامج وأنشطة المؤسسة. طرحت الفكرة أمام مجلس الإدارة وذلك في مطلع 2019. الحقيقة أن البرنامج لاقى قبولاً ولاقى دعماً كبيراً، ليس فقط من كونه برنامج تنموي إنساني، بل لكون الفكرة التي قدمت لنا فكرة مبتكرة يقوم على أساس الربط بين العمل الإنساني التنموي وبين العمل الإعلامي. بمعنى طالما أنه لدينا وسائل إعلامية نستطيع أن نوظفها أيضا في خدمة الإنسان وأن نوظفها أيضا في رفع الوعي المجتمعي والإنساني بأهمية التكافل وأهمية العطاء وأهمية مساعدة الناس بعضهم البعض، خاصة في الظروف الصعبة، ظروف الحروب ظروف الحروب وظروف الأزمات. هذا كان 2019. النجاح الذي لاقاه البرنامج في 2019 والصدى الذي تركه لدى الجمهور ولدى الناس ولدى اليمنيين على حد سواء شجع المؤسسة أيضا أن تدعم المرحلة الثانية في 2020، وعليه فقد أيضا تم مضاعفة موازنة 2019 بشكل مضاعف في 2020، خاصة ونحن نعرف لا. أن هذا البرنامج في 2020 بث في وسط ظروف يعاني منها العالم، فما بالكم باليمنيين في ظل هذه الظروف. نعم، إذن سأتحدث معك عن تفاصيل أكثر حول ربما موسم ثالث أو غير ذلك، ولكن اسمحي لي واسمحوا لي أيضا أن ينضم معنا أحد المستفيدين وأحد أبطال حيث الإنسان الأستاذ مثنى محمد من تعز عبر الأقمار الاصطناعية. مساء الخير أستاذ مثنى. عام سنور. أهلا بك وكل عام أهلا بك وكل عام وأنت بخير أستاذ مثنى، وأود أن تحكي لي تجربتك مع برنامج حيث الإنسان، خاصة وأن الحلقة التي كنت أحد أبطالها يعني تميزت وتركت صدى كبير بالنسبة للناس. وأنتم بخير إن شاء الله. الله تتعصب. سمعتني كويس أستاذ مثنى؟
آه. أعيد لك السؤال، ما سمعته؟ أيوة ما سمعت. طيب أنا كنت حابة بس تحكي لنا عن تجربتك في برنامج حيث الإنسان، و يعني بعض التفاصيل اللي ما ذكرهاش يمكن البرنامج، خاصة وحلقتك كانت مميزة وتركت أثر طيب عند الناس. بالنسبة لقصتي أنا مع حيث الإنسان، أنا كنت أدرس في مدرسة النهضة ولأكثر من سنتين ونصف تقريبا، وندرس مجان بدون مرتب. فأجاء يعني أحد فريق حيث الإنسان إلى المدرسة فسألوا من المدرس المحتاج، المدرس المتضرر أكثر، فوجدوا قال المدرسين بعد كل هذا أكثرهم يعني مع أسرة كثير وكذا، فألقوا معي مقابلة حول ما المشاعر، ما الأشياء الذي تعيقك وكذا. طبعا أنا بدون راتب وأواظب في المدرسة واصل وأدرس دائما. كنت متطوع في المدرسة صح؟ والمسافة بعيدة بين البيت والمدرسة. متطوع كنت؟ أيوة نعم ايوه متطوع لانه مرتبي ما نزلش. حاولنا عملنا هنا في مكتب التربيه، قالوا انتم على مجموعات على عدن، ولكنه لم ينزل الراتب حتى الان دائما ما نزلش ولا شيء. كل مره يعلنوا على انه تنزل مرتبه المدرسين، نمسك بطاقتي واذهب للكريمي والناصر وكذا، وبالاخر ما والنج والاخر ما فيش ولا اي مرتب ولا في اي شيء. نعود ادراجنا ونعود للبيت واشتغل كنت انا في المدرسه، وأعمل في عربية لي دائما أنا وأبنائي نتناوب. كلما أذهب للمدرسة يجلس أحد أبنائي في إذا يشتغل، حتى أعود أنا من المدرسة أواصل العمل ويذهب ابني للمدرسة وأسامة، وهذا قد نشير وكذا. فلهذا تلاحظ وكذلك أنا استفدت الاستفادة من حيث هذا البرنامج، أنه وفر لي دخل رزق، يعني أقدرت أني أعيش أبو من وقت ما استلمت المشروع حتى الآن أشعر براحة نفسية كثيرة جدا، ارتحت نفسيا أكثر، شعر أبنائي بالراحة الآن كمصاريف العيد والكذا والبذلات والأشياء، يعني وجدت نفسي يعني أمور المشروع ماشية تمام معك؟ أني أعيش كبقية الناس الآخرين. المشروع ماشي معك تمام إن شاء الله، أموره كويسة معك والدخل كويس؟ لا الحمد لله، الأمور سابرة والمشروع تمام، وفر لي دخل يعني أقدرت أني أستفيد منه. وهذه بالتجربة مثل ما الذي قال له أعطي قال مثل حق الله تلاحظ إلى أنه المشروع استفدت منه كثير. قال له علي من الصيد ولا تعطيني ألف سمكة، فهنا أقدرت أنا أن هذا كان يعني شعار البرنامج عادة أستاذ مثنى، يعني اعتمد البرنامج على هذه السياسة أنه نعطي المشاريع أفضل من أن يعني كما قلت علمني كيف أصطاد خير من أن تعطيني سمكة. عند هذا الشعار أستاذ هنا ربما أنت كررتي كثيرا، تعليقك على هذه النقطة؟ طبعا مثنى من القصص الملهمة، طبعا يعني هو جميع القصص كانها كل واحدة لها خاصيتها، بس الأستاذ مثنى وأنا أوجه له تحية كبيرة، يعني هو فعلا سحرنا بقصته، بأنه بالرغم من المعاناة اللي يعانيها، بالرغم أنه كان يبي على عربة ويدوب بأنه بيوفر لقمة العيش للأطفال، بس حرص بأنه يذهب وأنه يتطوع في عمل تدريس. مثل هذه النماذج هم كانوا أبطال، وهذا أحد أهداف البرنامج، بأن نحن بنوري الناس هؤلاء الناس اللي فعلا يستاهلوا مننا كل التكريم، وكيف أنه الإنسان أمام مشاكله الخاصة ما يلغيش أيضا مسؤوليته أمام مجتمعه. بالضبط يعني. قبل أن أرجع لمثنى سامي، أنت بعض القصص تأثرت بها بشكل كبير، ويمكن من ضمن القصص قصة مثنى، وخاصة مسألة التطوع، كيف إن عاد قادر أنه يذهب للتطوع ويؤدي دوره اللي ما نساش كمدرس. تعليقك على قصة مثنى؟ الأستاذ مثنى يعني نموذج إيجابي في المجتمع، أنه مثلا رغم أنه ما عطوش مرتب لكنه مستمر في التطوع وعنده أمل. لكن الأمل ربما جاله من باب آخر، يعني من خلال برنامج حيث الإنسان. أنا شي أسأله سؤال لأنه دائما المذيع ما يمشيش كله. أيوة تفضل. أستاذ مثنى كيف حالك؟ عيد مبارك، كل عام وأنت بخير. وأنت كذلك.
الحمد لله على الصحة والعافية. الحمد لله في صحة، وأنت كيف حالك؟ الحمد لله. أستاذ مثنى، البرنامج لما قدم للناس المشاريع ربما نحن لا نعرض كل التفاصيل المساعدة والإسناد التي تقدم للمشاريع، لكن ربما هو يضمن له الاستمرار وأن يقف المشروع على رجله لفترة، يعني ربما يمكن 6 أشهر. بالنسبة لك أنك معلم ودخلت في مجال آخر، يعني أنه لديك الآن مشروع خاص واتجاه آخر، كيف الأمور ماشية معك وأنت قادر تستمر في هذا المشروع وبيتطور معك الشغل، أو لا قدر الله ممكن تجي لحظة من اللحظات يتوقف هذا المشروع، كيف بتشوف أنت؟ وأيضا لما طلعت معنا في البرنامج حصل تغير من قبل الناس، من الزبائن اللي عندك، إيش اللي حصل؟ إن شاء الله المشروع في البداية والتطور مستمر، ولهذا تلاحظ أنا الآن من البداية أعمل في المشروع، حتى كان جاء وقت الدراسة كنت أفتح وحتى أذهب للمدرسة، معي حصص أذهب للمدرسة أديها يفتح أحد أبنائي وهكذا نتناوب العمل، وبعدما الأولاد في المدرسة وأنا في المدرسة نقفل يعني بعض السويعات ثم نعود لاستئناف العمل، والأمور سابرة. ونحن نشكر المؤسسة ونشكر كل من قدم ومن ساعد في هذا المشروع، لأنه فعلا عاد لي الأمل كثيرا كثيرا، حتى أني بدأت أفكر يعني في عمل. أنا كنت أفكر دائما أني أعمل بقالة وأعمل كذا، لكن أفكر في الأشياء الآن على العمل الذي عمله وعلى فتح المشروع. كان هذا عمل جبار من خلال التخشيبة والديكور والنظام والكذا، كان ممتاز جدا، عمل كان أنا لا أقدر عليه حتى أوفر شيء، لكن هذا فتح لي مجال إلى أني يمكن أتطور يوم من الأيام، وحاول أن أحافظ على هذا المشروع قدر الإمكان، لأنه الآن يعتبر مصدر رزق الأساسي حتى يأتي المرتب إن شاء الله، وسأستمر في عملي في التدريس رغم هذا يعني كله. سأدرس على رغم المسافة يعني بعيدة وكذا، لكني سأكافئ أقابل العمل بالعمل. رائع يا أستاذ مثنى، صراحة يعني أنت من الشخصيات الملهمة كما قالت معنا الأستاذة هنا، أن تستمر في عطائك ودورك المجتمعي رغم وجود مشروعك الخاص، متأكدة أنه هذا سينعكس على عملك وأنه إن شاء الله سيستمر ويكبر. شكرا جزيلا لك أستاذ مثنى محمد، أرفع لك قبعة الاحترام، تستحق منا كل ذلك. أحد المستفيدين كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. عودة إليك أستاذة مسك، وأود منك أن تخبرينا هل يعني نحن موعودون بموسم قادم؟ في الحقيقة أولا اسمحي لي أن أشكر كل من كان وراء هذا العمل، ونيابة عن رئيس مجلس الإدارة الأستاذة توكل كرمان، يسرني أيضا أن أزف للجميع أن برنامج حيث الإنسان للموسم الثالث سيرى النور بإذن الله، وستكون أيضا موازنته ضعف هذا العام. هذا الخبر أعتقد أنه سيكون مفرح خاصة لفريق حيث الإنسان، وتمثله السيدة هناء صالح في الاستوديو، والتي كانت تعايش كل القصص التي وثقت والتي سجلت يوميا، كانت تعيش تفاصيلها وجعلتنا أيضا نعيش هذه التفاصيل. الحقيقة دعمنا لهذا البرنامج سيستمر، لأننا نريد أن نخلق نموذج في كيفية أن يتعاون وأن تنسق الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني والإعلام. الإعلام ليس فقط مادة للترفيه، وليس فقط مادة لبث أخبار السياسة والموت، ولكنه أيضا لدعم العمل التنموي والعمل المجتمعي. ومن هنا تأتي أهمية فكرة حيث الإنسان، فنحن نتواجد مع الناس، والإعلام هو السند لنا في هذا، ونحن نريد أن نقدم هذا النموذج. وبالتالي طالما أن هذا البرنامج أثبت نجاحه وأثبت فعاليته، أعتقد أننا يعني لن نتوقف، حتى وإن يعني توقفنا عن برنامج معين سنستمر بأشكال الدعم الأخرى، وأيضا سنستمر بالتنسيق مع الإعلام بشكل عام، لأننا نؤمن أن الإعلام إذا لم تكن له رسالة إنسانية واضحة
فإنه سيغدو مجرد يعني هراء يبث في الأثير. نحن نؤمن بهذا الترابط والتزاوج بين العمل الإنساني والعمل الإعلامي، وعليه فإن مؤسسة توكل كرمان وشركة بلقيس ميديا كشركة إنتاجية وكذلك قناة بلقيس، هذه الوسائل وهذه الأدوات الإنسانية والإعلامية نجحت في الحقيقة للوصول إلى معاناة الناس. النماذج التي رأيتموها ليست فقط نماذج مؤقتة أو وقتية تنتهي بانتهاء برنامج معين أو تنتهي بإعطاء الناس مجرد مساعدة يعني لحظية، لا، ما قدم للناس هو سيستمر في تطوير حالة أصحاب المشاريع. نحن ركزنا على دعم الناس، على التمكين الاقتصادي للناس، بل هذه المشاريع الصغيرة قد تعدو أيضا فائدتها ليس فقط في حدود المستهدفين الرئيسيين، بل أيضا هذا سينعكس على أسرهم وسينعكس على المجتمع. بل ونلاحظ حتى في أحد المشاريع، وأعتقد تذكره السيدة هناء جيدا، تلك المزارعة التي تم تأسيس مزرعة لها في قريتها، حينما أرادت أن تقوم بدراسة الجدوى لهذا المشروع طلبت مهندسة لكي تقوم لها بعمل دراسة، مهندسة حتى من ساعدناها في إنجاز المشروع كنا من النساء يعني، وكان هذا شيء جميل جدا يعني، ليست فقط هي المستفيدة، كان من يعمل معها أيضا أسرهم تستفيد من هذا المشروع. بالضبط، ولاحظنا أيضا الأثر الكبير الذي أحدثه في حياة النساء. في إحدى المقابلات أشارت السيدة هناء أنه المستهدفين في المشروع كانوا 80% من النساء، وهذا كان من ضمن الأشياء التي أكدنا عليها أثناء دعمنا لهذا المشروع، أنه يهتم بتقديم يركز على تقديم التمكين الاقتصادي للنساء. وعليه وهذه الجزئية يعني أود أن أناقشها كثيرا مع الأستاذة هنا الذي احتكت بالكثير من القصص كما تفضلتي أستاذة مسك الجنيد، المدير التنفيذي لمؤسسة توكل كرمان. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب في هذه الحلقة. إذا أستاذة هنا، كان احتكاك كبير بالمستفيدين في الميدان، وكان هناك صعوبات عديدة بالتأكيد لتنفيذ برامج أو مشاريع مستدامة في ظل الحرب وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد. إذا أحب أنا أذكر أنه معروف مشاكل الحرب وهذه التفاصيل، خليني أدخل من مدخل آخر ربما لم أتطرق إليه من قبل، وربما الناس أيضا مش منتبهين له. بغض النظر عن تواجد الميليشيات ومنعها لنا في عمل بعض المشاريع، بس ايضا في المناطق اللي استطعنا احنا نعمل فيها بعض المشاريع خاصه في تمكين المراه، كان احيانا الرجل من الاسره المستهدفه هو من يمنع هذا المشروع، وهذا شيء مؤسف جدا. يعني اتذكر في انه حتى لا نعرض هذه الفتاه لاي مشاكل، في الحقيقة أكثر من فتاة وأكثر من امرأة حرمت من بعض المشاريع بسبب أنه رجل من الأسرة، أو أحيانا رجل من القبيلة هو من يمنع، أو من يسمى بشيخ القبيلة هو من يمنع. ففعلا تم حرمان كثير من النساء بسبب أنه هناك سلطة ذكورية يعني هي لا تقوم بمساندة المرأة وتمنع ايضا من يساند هذه المراه. فهذا كان في قمه الظلم يعني، واحنا لما نقول انه في ظلم منتشر طبيعي انه ينتشر هذا الظلم، انه موجود في الوحده الاصغر للمجتمع وهي الاسره. فعندما يظلم الرجل المراه ويظلم الطفل طبيعي انه ترى الظلم في كل مكان. فلذلك ابرز الاشياء اللي المعوقات اللي صادفتنا فعلا هو السلطه الذكوريه التي كانت تمنعنا من مسانده المراه. مثل ما ذكرت الأستاذة مسك، احنا فعلا استهدفنا 80% من النساء لانهم هم الاكثر تضررا نتيجه الظروف التي حدثت، وايضا سبب اخر اثبتوا جداره قطعة النظير يعني 100%، وهم فعلا النساء كانوا اكثر حرصا على انه استمراريه المشاريع وايضا اكثر فائده. يعني هنا انا لا اهاجم الرجل، المراه عندها يعني رغبه في مسانده الجميع، في دعم الجميع، لكن بعض الرجال وليس كلهم كانوا في الاستفاده نوعا ما
الأنانيين ما كانوا بيحاولوا أنه يعمموا الفائدة على الجميع، بينما المرأة دائما تعمم الفائدة على الكل، وكانت هي فرد من الأفراد. صحيح. لأن سامي كنت يعني النجم المميز في برنامج حيث الإنسان، واقتربت كثير من الجمهور، ربما هذا ما اعتاد الناس عليك من في كثير من المواسم السابقة. اقتربت من الناس واقتربوا منك، ونشأت علاقة حسينا أنه يعني حتى أحيانا قد كنت تعرف بعض الأسماء اللي موجودين معك المتابعين في البث المباشر. كيف ممكن تقيم هذه العلاقة اللي حدثت بينك وبين الناس؟ ربما هذا شيء مش مرتب له ولا محسوب له، لأنه نحن قدمنا برنامج ربما الهدف تقديم هذه المشاريع والقصص، وأن الناس يتابعوها ويستفيدوا الدروس الموجودة فيها، لأنه في نماذج يعني وسبحان الله المستفيدين من هذه المشاريع إيجابيين إلى حد كبير. يعني مثلا الأستاذ مهدي اليوم من نفسه يقول لك، واتفاجأ أنه مثلا أنا استفدت وأصبح معي مشروعي الخاص ومع ذلك ما زلت متطوع وبالمجان. ربما القصص هي كانت مؤثرة. اللي مش محسوب له موضوع التفاعل مع الناس واهتمامهم بالمسابقة. صحيح الجوائز ربما في قنوات في نفس الموسم قدمت جوائز مالية أكثر وبأشكال أضخم ربما، لكن كان التفاعل الأكثر والتواصل والفيدباك الذي نلمسه من مشاهدي بالقيس وبرنامج حيث الإنسان أكثر ربما لقيمة ما قدم في البرنامج، لقيمة المشاريع، وخاصة البرنامج على الهواء مباشرة. بتتابع الجزء الأول الناس بتتأثر وتبكي وتحزن على القصة، فيما بعد بيختلفوا ويشاركوا معنا. أيضا بتلمس اهتمام الناس من متابعتهم للقصة وتسجيلهم للمعلومات اللي جاءت في القصة. دليل حتى أنه في ناس كان يستبق يضع لك الأسئلة. أنا أوجه صراحة تحية لجمهورك في الفيسبوك، كانوا يعني حاجة عظيمة، خاصة أبو وائل، يعني أنا أوجه له تحية. بس زعل إلى آخر الأيام ما عاد شارك. ما عاد شارك ما وصل لكم. وربما هم مدركين أيضا أنك أنت بتتكلم عن شعب ربما العدد 25 مليون، فمع ذلك أنت كم عدد المستفيدين من عندك؟ كم اللي بيفوزوا يوميا؟ 13 شخص 14 شخص، يعني كم في الحلقة في الموسم كامل؟ 500 شخص ربما، لكن مع ذلك كان هناك متابعة واهتمام. وهو يعني شكل المسابقة أيضا كانت بسيطة جدا. والمشاريع العامة على فكرة كان المستفيدين يعني يصلوا إلى الآلاف، يعني بعض صحيح. المشاريع 3 إلى 4 قرى. أيوة، لا أنا أقصد من يشارك ويتفاعل في المسابقات والأسئلة اليومية، وكان هذا هو الهدف. وربما أنه دخلنا عند جمهور جديد في البرنامج، وبالقيس قدمت شيء نحن ما ينفعش نحن نتكلم، لكن ما قدم بس هي حاجة أنت بتشعرها راحة. يعني صراحة يعني أنت شيء بتلمسه من ردود فعل الناس لك، يعني بغض النظر أنت اللي تكلمت أو يعني الملاحظات اللي كانت تسرد سواء لأدائك أو لأفكار المشاريع أو كذا، يعني كانت واضحة. أنا كنت مجبر أن أدي بهذه الطريقة. ليش؟ لأنه أنت بتكمل الصورة اللي قدم فيها المشروع. يعني أيضا شيء نحن ما ينفعش هنتكلم فيه، الموضوع قدم والأفلام قدمت والمساعدات والمشاريع قدمت وضمنت للناس كرامتهم، يعني قدمتهم كأبطال كشخصية ملهمة للناس ومسابرة تستحق. يعني فلذلك كنت أنا مجبر أنه أقدم في هذا السياق، يعني صحيح. تكتمل الصورة بشكل جميل. إذن أستاذ هنا، يعني ربما تطرق سامي لفكرة أنه يعني في كثير من المستفيدين، وكانت هذه رسالة جدا كويسة للناس، يعني أنا أرى أيضا أنه مش بس للناس الرسائل التي وجهت، ولكن أيضا لرؤوس الأموال للمنظمات العاملة. في فرق بين ما قدمه حيث الإنسان وبين ما يتم تقديمه. استمع، الميزانيات مهولة لكثير من يعني المنظمات، وفي الأخير نجد أنها معونات آنية قد لا تتجاوز شهر. هل ممكن يلفت حيث الإنسان انتباه بقية المنظمات ويحذو حذوه؟ إن شاء الله، لأنه مثل ما أخبرتك بداية الحلقة، إحنا الآن بصدد عمل تقرير كامل. الأرقام يعني هي ستثبت تماما أنه كيف إحنا كل دولار وكل ريال صرف كانوا في مكانهم، وكيف أنه ما تم تزويدنا به أيضا صرفناه في الميدان. والحمد لله هذه التجربة الناجحة. يعني أنا دائما أقارن من ناحية التحكم، أنه كيف أنه دولة مثلا كالإمارات بتروح ترنج مدرسة وبعدين تعمل مثلا تقاريد بالضبط، يعني بينما إحنا بنعمل مدارس، بنعمل بنوصل مياه بمبالغ يعني تكلفة تماما مثل ما هي، يعني بدون هذه البروباغندا. يعني احيانا بتعمل مشاريع يفترض ان الدولة او المؤسسة الرسمية ما تقوم بها. الاهم من هذا كله انه كثير من المنظمات
نص الميزانيه بتكون في العمل في التشغيل في الاستشاره في مش عارف. احنا تخطينا كل هذا الامور، طباعه البروشورات والاوراق بالضبط ايوه الحملات الاعلاميه وكل هذه التفاصيل، بينما احنا الحمد لله يعني استطعنا انه احنا فعلا نتعامل مع المبالغ فعلا بما يستحقه هؤلاء الناس، ولم يعني يعني هو مبلغ بالنسبه للمنظمات الكبيره زهيد في الاخير، يعني احنا بالنسبه لنا هذا اضخم موازن لبرنامج تلفزيوني بالنسبه لنا كبلقيس يعني، لكن كمنظمات كبيره هو مبلغ زهيد، لكن احنا بهذا المبلغ الزهيد استطعنا نعمل مشاريع اكثر من هذه المنظمات الكبيره، والارقام هي تتحدث يعني. نعم، إذا اسمحوا لي أيضا أن ينضم معنا أحد المستفيدين، وكانت القصة يعني الجوكر كما يقال والذي ختم بها برنامج حيث الإنسان، قصة طارق عبد الملك الغواص. مساء الخير عليك طارق، ينضم معي طبعا عبر الهاتف من عدن. مساء الخير طارق. الله يسلمك، كيف حالك؟ عيد مبارك، كل عام وانتم بخير إن شاء الله. وانت بخير وبصحة وسلامة طارق. في بداية التواصل معك يمكن انت تكلمت في الفيلم انه قالوا لك بنعمل معك تقرير، وما كنتش عارف انه ايش الفكرة من التواصل معك. خبرنا عن مشاعرك اللي رأيناها يمكن في الفيلم كانت واضحة وانت يعني تستلم مشروع. نعم طارق تسمعني؟ الله يسلمك. إذن هناك مشكلة في الاتصال إلى أن يتم تضبيط هذه النقطة. أستاذة هنا يعني بعض المشاريع كما تحدثنا يعني ربما كان هذا المختلف عن الموسم السابق، الموسم السابق توجهتم لمشاريع كبيرة أو عامة يمكن ما كان فيش إلا مشروع أو مشروعين اللي هو فردي. هذه المرة العكس، الأغلب كانت مشاريع فردية. لو تحدثنا عن المشاريع اللي كانت عامة، احنا تكلمنا انه في قرى استفادت من بعض صحيح. المشاريع، كيف كان رد فعل الاهالي او تعاونهم وتجاوبهم مع فكرة المشروع؟ يعني مثلا مشاريع المياه التي قدمت في اكثر من قرية، منها الصفحة في مأرب وفي قرية عبد الخالق، يعني مشاريع ينتظروا من سنين من سنين صحيح. يعني يتكلموا من يعني عشرات السنين صحيح. للأسف ما حدش قدر يعني، والتكلفة لو تحدثنا عنها ليست بتلك المبالغ. صحيح، هو لازم أن الناس تعرف أنه المشاريع اللي كانوا فيها مساهمة مجتمعية من أهل القرى كانت تنجح، وفي أيضا يعني للأسف يعني وهذه مشكلة أزلية في اليمن أنه في بعض القرى كان يختلفوا في نوعية أو من ينفذ أو في مكان تنفيذ المشروع، فكان أنه للأسف يتم حرمانهم من هذا لأنه ما فيش إجماع على تنفيذ، وكان من ضمن هذه المناطق اللي للأسف حرمت كانت منطقة في ريمة يعني كان مفترض ان احنا نوصلهم مياه، ويعني وكانت حتساعد اكثر شيء النساء اللي هم بينقلوا المياه يعني والبنات الصغار يعني، فللأسف تم حرمان لانه حصل في خلاف كبير بين الناس ورفضوا بعدين انه تنفيذ المشروع، بينما قرى مثل قرية عبد الخالق وقرية الصفعة الذي هم فعلا حفروا معنا مع فريق الميدان تكلفة كبيرة من صحيح بالضبط، ساهموا جدا وهم استفادوا في الأخير. نعم، إذا عد معنا طارق. مساء الخير طارق، تسمعني الآن؟ مساء النور وعيدكم مبارك إن شاء الله. علينا وعليكم طارق. طارق، أود منك أن تحدثنا عن تجربتك مع حيث الإنسان، خاصة وأنت لم تكن تعلم ما الذي، وأغلب ربما المستفيدين لم يكونوا يعلموا بهل سيقدم لهم مشروع أم لا، ولكن يعني ردة فعلك كانت مؤثرة للغاية وشعرت يعني جعلت الناس يشعرون بمقدار يعني السعادة التي حصلت عليها. أولا أتقدم بالشكر والتقدير لبطل القصة، البطل القصة مش أنا طارق عبد الملك، بطل القصة هي قناة بلقيس. وأتقدم الشكر والتقدير أولا الذي دعم وساهم في الأخت أتوقع الكرمان، وبطل القصة الحقيقي يعني في القناة اللي عجبنا 30 حلقة هو الأخ سامي، عندما أفرح الناس في المسابقات حقه هذه عندما اتصلوا بي أول مرة من قناة بلقيس قالوا نحب أن نجي معك لقاء، شرحت قلت شيء طبيعي أهلا وسهلا فيك، مش متوقع أني بكون من ضمن البرنامج هذا اللي تركت البرنامج الفترة السنة السابقة،
تواصلوا معي الاخت ورده والاخ علاء، جلست معهم وجاهم مصورين، و يعني عشت معاهم ايام البحر، قال بنصور معك بابا، بس مش 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 متوقع اني بحصل الدعم هذا كله. مشيت معهم صورنا ورحنا البحر ومع المصورين مع الاخوه علاء دويل وصلاح صالح ليس ومجموعه من المصورين ايضا. صورنا مشينا برنامج، حتى الاخوه كانوا في القصر عندنا في الصيادين استغربوا، قالوا طارق كله عنده. قلت لهم هذا فضل الله، معي دعوه الوالده. بنفس الوقت مش متوقع اني بحصل هذا الغارب والماكينه ومعدات غوص، يعني كانت احلم فيه كثير. صح اني حصلت على ماكينه من قبل هذا منظمه سمنت الي، بس اضطريت ابيعها لان الصغير كان تعبان، مشلول الصغير الله توفى الله يرحمه الحين شهر 9 عمره 4 سنين، فاضطريت ابيعها مشان العلاج، يعني صارف الدنيا والعلاجات هذه. فقصرت في البيت، يعني منتظر في البيت الحمد لله، وروح البحر شيء طبيعي، يعني ما تزودت في حياتي، يعني كانت روحي مع اصدقائي مع هذا. لما جت الاتصال هذا يعني مش متوقع، حتى والله مش متوقع حتى الان مش متوقع اني حصلت هذا طارق، يعني اهتمامك بشغفك وحبك للغوص، انا اتوقع يعني اللي لمسته انا من خلال متابعتي للفيلم وتاثرت جدا، هو اللي اوصلك لتحقيق هذا الحلم او الشغف. اسمح لي فقط يعني اخذ تعليق الاستاذه هنا مديره المشاريع في برنامج حيث الانسان. استاذه هنا، يمكن افضل تكريم يعني حصل عليه البرنامج كلمه انه البطل الحقيقي في القصص هي قناه بلقيس، تعقيبك على كلمة. صحيح، انا لازم اقول لطارق شيء، انه احنا اول ما وصلنا الفيديو بنشوف الفيديو اللي وصلنا منه، لان احنا كنا عارفين من هو طارق وايش تفاصيل، واحنا كنا ايضا متفقين انه ما يعرفش الا وهو في البحر، يعني كل هالتفاصيل. بس الامانه انه احنا تاثرنا بشخصيته، يعني هو فعلا رجل ملهم، شخصية استثنائية. أنا أقول له أنه أثر فينا كلنا، يعني هو لا يعرف ردة فعل الناس لما إحنا قبل ما يبث طبعا قصته، ردة الناس اللي كنا داخل، يعني الجميع من مسؤول المشاريع هنا منصور، من عيسى، من الأستاذ أحمد، من كمان مدير البرنامج، الجميع يعني كان يشوف أسامة منتج البرنامج، كلنا كنا نشوفك وإحنا بنبكي إجلالاً وإكباراً لهذه القصة الجميلة، لهذه الشخصية الرائعة. يعني هو بغض النظر إنه هو فعلاً قصته ملهمة، وإنه هو كيف غواص واستطاع يغوص بهذه الظروف، أيضاً في روح وفي شخصية استثنائية. أنا أقول إحنا استفدنا من هذه القصص، يعني إحنا استفدنا، إحنا على المستوى الشخصي أمل غير عادية. أنا متأثرة كثير بطارق، يعني وأنا عارف إنه حيطلع معنا اليوم، وكنت خايفة إنه يطلع لايف أنا أشوفه وأبكي، يعني لأنه أثر فيني بطريقة مش طبيعية. صحيح. يعني فشكرا لك طارق، ألف شكر. إذن طارق، يعني رسالة تحب توجهها لأي شخص فقد شغفه أو مهنته واستمر يعني بالامل وما شعرش يعني بالعجز او الخذلان واستمر وفعلا وصل اللي بيحقق؟ الحياه تمشي سبحان الله، يعني حتى انا لما اصبت قلت الحمد لله التاجر حق الغوص مخرجونا من الجزيره عبد الكوري في الجزيره، قال لي يا طارق لو بقيت انت معي وثمان القواصين كلهم شلوا كان يكفينا انت. قلت له الحمد لله الله اختارنا بين هذول كلهم. قلت الحمد لله قدر الله ما شاء فعل الحمد لله. قلت له رغم اني سبحان الله رحت ارتيريا قضيت فيها 3 أشهر شغل معناته يعني بترخيص من ارتيريا، وكنا نشوف اسماك القرش باليوم كنا نلاقي يمكن 20 حوص 30 حوص اليوم قريب اليوم. يعني شيء لا يتوقع، ما توقعش نزول ارتيريا رحت ارتيريا، حتى اني هربت من عدن من بعد المشاكل. كانت تغوصي هنا يقول لك ممنوع، تغوصي هنا انت ممنوع، تغوصي هنا ممنوع. استقلنا شهر ونص الأمن السياسي عدس والدي البحر. الله يعينكم أخ طارق، يعني مشاكل حقيقة يعني تعانوا يعني منها وربما تفاصيل لا نعيها. في مشكلة بالصوت. إن حتى معانا معدة قوس من قبل معانا ذا استقلنا بالأمن السياسي شهر ونص، يعني عندنا كان تمشي في عدن الصحفي. بعد ما خرجنا قالوا بنعطيكم وعدونا على الامريكيين حتى بنعطيكم انتم قدمتوا لنا وانتم بطريقه من المرايه تكون احنا سمعنا حشود من المرايه اصلا. ثق انك طارق تستحق يعني ما تم تقديمه لك. الحمد لله.
نعم أنت تستحق ذلك طارق، وهو قليل بحقك صراحة يعني، وأنت الشخص المثابر والمصر على حياة كريمة. شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا طارق عبد الملك الغواص، أحد مستفيدي برنامج حيث الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. سامي، يمكن الناس يعرفوا سامي اللي بيقدم برامج مسابقات سامي في بلقيس، اللي بيقدم برامج خفيفة وأخبار وبرامج سياسية وما شاء الله، لكن في حيث الإنسان تعرفوا أكثر على سامي الإنسان، وفي أكثر من حلقة بدأ تأثرك وتعاطفك، بكاءك، ضحكك، يعني حتى قفشاتك مع بعض المتصلين، حتى على مستوى أنك ما كنتش تسمع أسماء الناس، يعني تجربة صراحة كانت مختلفة وأظهرت سامي الإنسان. يعني طلعت إنسان. ربما لأنه يعني أنت بتشوف توقيت أيضا، ظروف وزمان عرض البرنامج في بلد ربما هو توقيت الأسوأ في بلدنا يعني، فلذلك بيكون التأثر مضاعف ربما. بتشوف قصص لناس تخليك ربما تستحي، ربما انك انت يعني اجنب عمل، شوف الناس كيف عايشين، كيف الناس بتأثر، ربما لان احنا خارج البلد، ربما ان ظروفنا افضل الحمد لله من الكثيرين، فلذلك بيكون التاثر مع الناس، هم نوافذ لاشياء ربما احنا ما بنشوفها يعني تستغرب. انا طبعا كان القصص كنت اشوفها على الهواء مع الناس. ايوه هذه نقطه كنت حابه. ايوه فربما لذلك كان يحصل التاثر. أيوة الفكرة في يعني حيث الإنسان، الجمال اللي لمسناه من ردود فعل الناس والمتابعين، ويمكن بيخليك أستاذة هنا وسامي والجميع أنه يتجاوزوا عن العثرات والتعب الحقيقي. يعني أنتم من 6 أشهر تقريبا يعني أنتم تتابعوا الميدان، اختيار القصص، المشاكل العديدة، بعض المحافظات التي منعتم من النزول إليها والوصول معها، كل هذه الصعوبات هل بتخليكم تقولوا خلاص يكفي نوقف لهنا والحمد لله كملنا، ولا بتعطيكم حافز فرحة الناس ويعني جمال ردة فعلهم وحقيتهم في هذه المساعدة أنه لا حنواصل ونكمل مهما كانت الصعوبات؟ إن شاء الله بإذن الله. يعني الإنسان ما بيستكثرش من الخير، يعني إحنا الخير في إن إحنا أيضا إن إحنا هؤلاء الأبطال بيسمحوا لنا إنه إحنا نساعدهم، هم بيسمحوا لنا، هم بيشرفونا. حتى اللفتة كانت جميلة إنه شكرا أنك يعني منحتنا فرصة. نعم وهو حقيقة يعني ليست مزايدة والله، يعني البرنامج أستطيع أقول باسمي وباسم معظم زملائي إنه كان بالنسبة لنا مريح برغم كل المشاكل. أي نعم كان في مشاكل بتخلينا نحن نزعل، خاصة لما في ناس بيتدخلوا في إلغاء مشاريع وإحنا كنا أحيانا بدأناها يعني، والأسباب جدا دعيني أقول عليها سخيفة يعني، في ألفاظ أكبر من هذه اللي مسيطرين عليها. الميليشيات في الجنوب والميليشيات في الشمال كانت تمنعنا، ميليشيات الشمال كانت أسوأ يعني في بعض المناطق، وأيضا إلى الاستبداد الذكوري في بعض المناطق أيضا هذا منعنا، لكن انه ان شاء الله باذن الله تعالى احنا اكيد بنستمر باذن الله تعالى. اهم شيء سلامه الفريق في الميدان، وانا من هنا اوجه تحيه لانهم هم ايضا الابطال الحقيقيين الذي كانوا موجودين في حلقه الوصل الحقيقيه، حلقه الوصل فعلا الحقيقيه، سواء الذي كانوا تابعين لنا كمدراء مشاريع او حتى الناس الذي تعاونوا معهم. يعني مثل ما اخبرتك انه في بعض القرى زي الصفحه وقريه عبد الخالق كانوا هم ايضا بيساهموا معنا، فشكرا لهم لانه فعلا عملنا قصص جدا جميله، وشكرا لكل من ساهم، لانه انا لما اشكر ناس وناس لا يمكن يحصل زعل وخلاص يعني، فهي يعني عامه والله المطلع يعني، وانفسنا مطلعه يعني. الانسان في الاخير لما بيعمل عمل حلو وبيخلص فيه للناس او الله او كذا، هو في الاخير هذا مردود كبير يعني. ولذلك انا بقول لطارق والمثنى والكل البقيه، انتم مش الوحيدين اللي استفدتوا، احنا ايضا استفدنا، كل من اخلص النيه في هذا البرنامج في هذه المشاريع هو ايضا مستفيد
يعلم الله انه احنا المشاكل السياسيه بتترك فينا ندبات، لكن هذا هي العلاج بالنسبه لنا يعني. صح. فالحمد لله. قبل ان نختم حابب تضيف شيء سامي؟ لا انا بش اقول لك انه خلاص الوقت انتهى. انت ملاحظ الساعه. فعيد مبارك وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله يعني دائما بالقس تقدم ما يخدم الناس ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم هنا صالح مشرفة مشاريع برنامج حيث الإنسان، سامي سامي مقدم البرنامج زميلي العزيز، شكرا لكم. وشكرا أيضا لكم مشاهدينا الكرام، لكم مشاهدينا الكرام بحسن متابعتكم. إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه، وكل عام وأنتم بخير.